متابعي سفيان ستوريز، مرحبا بكم في الجزء الرابع من القصه ديال القاتل الماجور الموسم الثالث. كنشكركم بزاف حيت ديما كتسناوني مع هاد الوقيته هادي، كنلقاكم دائما كتحفزوني ودائما الكومونتيرات ديالكم الزوينه وعمركم عييتو. كنشكركم بزاف حيت نتوما هما الساس ديال سفيان ستوريز، داكشي علاش ديما سفيان ستوريز. ملي تبعتنا ديك الطوموبيل الكحله وقفنا في الفروج وقالوا لنا ديك الكلمه الموت للخوانه، عرفت ديك اللحظه باللي هادو غادي يكونوا مع دوك الناس اللي تواصلوا معنا النهار الاول وهم سبب نحتاجين لايطاليا. وصلنا للدار وحنا مخلوعين حيت هادي تاني مره غادي يوصلنا التهديد، وهاد الناس هنايا كما كيضحكوا كاع. المافيات عندهم الموت هنا بحال شي حاجه عاديه. هزيت الفلوس وحطيتهم في الطابله وقلت لهم خاصنا نرجعوا لهم هاد الفلوس هادو سينو ما غاديش يتفكوا معانا. نقص بلانكو قال لي الا رجعنا لهم فلوس راه ما غادي نلقاو ما نصرفو. قلت لي هادو فلوس ام صاحبي وخاصهم ياخدوهم. قالت لي نومي ونيرفانا عندك الحق. ديك الساعه هزيت التليفون وعيطت لداك خونا جاوبني وقلت ليه الصراحه ما كنتش باغا الامور تمشي بحال هكا ولكن ما عندنا ما نديرو، ودابا راه يمكن ترجع الفلوس ديالك. قال لي واش كيسحابك الامر بهاد السهوله؟ لا ولكن ما كاين بس ماشي مشكل، غير بغيت نقول لك واحد الكلمه، رد بالك وعرف شنو كدير ودوك الفلوس غير خدهم. نتمنى تعيق وتنتابه الامور قبل ما يفوت الفوت. قطع معايا وعاودت لهم شنو كاين وقالوا لي ما غاتيق فيه كاع، هو كان صح فيكم صيفط لينا عباد الله باغين يقتلونا، كيفاش الموت للخوانة؟ قلت ليهم ما عرفتش والله، مع الوقت غادي نعرفوا كلشي. بقيت كنشوف نيرفانا ولدي وكنقول له اش كدير رياض؟ اش كتخربق؟ واش بغيتي ترزف العائلة ديالك وهما اللي عندك؟ اش داك لشي مشاكل؟ بقيت كنشوف فيهم وقسمت مع راسي باللي هادي غادي تكون اخر مهمه غادي ندير، من بعد غادي نبعد ونعيش بسلام. ولكن شنو اللي خلى هاد السيد ينصحني بهاد الطريقه؟ واكثر من هاد الشيء يسمح في الفلوس. اش مخبيه ليا مريات؟ هاد اللحظه شافتني نيرفانا ساهي ومتوتر، جات عندي وقالت لي مالك ما مولفاش ليك نشوفك هكا شارد ومخرباق ودماغك مات فين غادي؟ عنقتها وقلت ليها شحال هادي ما كانش عندي علاش نخاف، ولكن دابا عندي انتي ولدي كل ما كنملك، وعمرني غادي نسمح لنفسي توقع لكم شي حاجه. قلت لها نيرفانا كان وعدك باللي هادي غادي تكون اخر مهمه غادي نديرو ومن بعد غادي نعيشو بسلام. قالت لي قلتيها من قبل ملي مشينا لميريكان، ولكن رجعتي عاوتاني كدير هادشي. قلت لها ولكن دابا هضره اخرى كندوي بالصح. عنقاتني نيرفانا بالجهد وحسيت بها خايفه، حاولت ندير كل ما في جهدي باش نطمئنها، واخا انا اكثر منها خاص اللي يطمئني. الليل كله وانا فايق وكنشوف في الدوسي ديال بنت باولو، حاولت نجمع معلومات عليها باش نسد هاد الموضوع هذا في اقرب وقت. الصور كلها دايره كاينه في المانيا وعزيز عليها تمشي لواحد المنطقه مادام هي خايفه من باباها وكتعتبره مشكل في حياتها، منطقي انها تبعد. ومادام هاد الفتره كلها وهي غابره وحتى شي واحد ما عيط لهم وطلب منهم فديه، اذا هاد البنت كاع ما مخطوفه كاع وغادي تكون غير بعدات. دونك هاد المهمة غادي تكون سهلة، سهل من اللي كنت كنظن. والله ما عرفت والله تشوشت، عندك يكون فخ. الصراحة الكلام اللي قال لي داك خونا دار فيا الشك. تكيت هاد الليلة وفي الصباح فقت فطرت ومشيت نيشان عند باولو. دخلت ورحب بيا كيف العادة
حاولت نقرأ ونعرف اش تحت راسه وفاش كيفكر. هو الصراحة في الهيئة ديالو ماشي أهل الثقة، وما كانش مافيوزي كيقتل عباد الله بالدم بارد غادي يكون أهل الثقة. باولو حس بيا ماشي هو هذاك. من بعد نص ساعة ديال الهضرة جاء واحد الاتصال، قال ألو والملامح ديالو تبدلات، من بعد بدا كيغوت. سمعوا والله توقع لبنتي شي حاجة حتى غادي تندمو. دار الهوت بارلورو وبداو كيقولوا ليها اسمع غادي تعطينا القد والقد، وغادي نعطيوك مهلة ديال 4 أيام تقضي فيها الغرض، ولا غير نسى شي حاجة سميتها بنتي. ديك اللحظة قال ليهم عافاكم نعطيكم اللي بغيتو غير ما تأديواش. ديك اللحظة بدينا كنسمعوا البكاء ديال شي بنت. قال ليهم باولو بنتي عطوني ندوي مع بنتي. قالوا لي صبر السي باولو غادي تدوي مع بنتك، ولكن فكر في الهضرة اللي قلنا لك وعندك تعيط البوليس. اتونسيون اي حركة غبية منك غادي تكلفك حياة بنتك، ودابا هاك دوي مع بنتك. بدا كيدوي مع باولو وهي كتبكي. قال لها بنتي كوني هانية غادي نجيبك من تمايا، كوني هانية بنتي ما تخافيش. ملي شفت هاد البلان هذا عاد تقت وارتاحيت وعرفت بلي القضية ديال الاختطاف راه كاينة بصح. خديت التليفون من يدين ديال باولو وبديت كندوي معاهم. سمعوا الفلوس غادي يجيوكم حتى لعندكم، غير قول لي فين بالضبط غادي نتلاقاو. قال لي غادي نتلاقاو في ألمانيا ميونيخ، بالضبط في واحد لوطيل سميتو نوفوتيل. شفت في النمرة اللي معيطة وقلت ليها أجي. النمرة اللي معيطين بيها كاينة في إيطاليا. وكيفاش انت كتقول لي ألمانيا؟ بدا كيدخل وكيخرج في الهضرة، ولكن أنا ما ديت ما جبت. قال لي احنا دابا شادين طريق لألمانيا، المهم دابا الخبار في راسك، المبلغ كامل وإلا غادي نقتلها. وهو يقطع هذيك الساعة. باولو بدا كيبكي وكيطلب فيا باش نعاونه، وقال لي شوف عطيه الفلوس اللي بغى غير ما أديش لي بنتي. قلت ليه إلا كنتي انت مستعد أنك تعطيهم فلوس لاش عطيتيني هاد المهمة هذه؟ صافي السي باولو بنتك غادي نجيبها لك بلا ريال بلا جوج. تفهمت أنا وباولو على مبلغ مهم اللي غادي يعطيني، داكشي علاش تحمست بزاف وقلت صافي اقسم بالله هادي غادي تكون اخر مهمه، ومن بعد غادي نعطي وقتي كامل لمراتي ولدي. رجعت للدار وانا بعدا مطمئن. دخلت وقلت لهم وجدوا راسكم غادي نمشيو لالمانيا، نزيدكم حاجه اخرى هادي غادي تكون اخر مهمه غادي نديرو. مهم انا كندوي على راسي وانتوما الا بغيتو العكس دبروا راسكم. بلانكو قال لي مالك كنحس بيك ماشي هو هذاك. قلت ليه لا عادي غير حيت كاع ما نعست بالليل كاع. قلت ليه المهم قول لي لقيتي شي معلومات جديده على بنت باولو؟ قال لي كاين تناقض في الهضره ديال باولو. قلت ليه كيفاش؟ قال لي باولو كان قال لنا بلي بنتو كتخاف منه وبلي هو زامطه بزاف، ولكن هي التصاور ديالها في الانترنيت كلهم في نابولي. نقدر نقول لك بلي الكاباريات ديال نابولي كلهم كتشيخ فيهم بيت العبد. قلت ليه ممكن كانت كتمشي ليهم خزنه. المهم اللي متاكد منه انا دابا هو انه بنت باولو راها مخطوفه ديال بصح، وراني دويت مع دوك الناس اللي خاطفينها وما بين شي عصابه وطالبين فديه. عطاونا مهله ديال 4 أيام، دونك غدا ولا بعدو خاصنا نتحركوا لالمانيا. بقينا ديك الليله مجموعين وكنرسموا خطه اللي غادي نديروا لخوتنا في الله، خصوصا انهم دايرين معنا غادي نتلاقاو في لوطيل. انا كنتناقشوا مزيان في الفكره، وفي الاخير خرجنا بخطه واعره بزاف و100% غادي تنجح. في الاخير قلت لهم المبلغ اللي غادي يعطينا باولو جراء هاد المهمه هادي. فرحوا بزاف كاملين، وحتى بلانكو ديك الساعه قال لي الصراحه حتى انا غادي نجلس وغادي نعتزل هاد المهنه هادي. بقى كيشوف في نومي وقال لنا من احسن نتزوج وندير وليدات. نومي حشمات. قلت لهم انا الصراحه بغيت نعطي وقتي كامل لحب حياتي نيرفانا وولدي ادم، بغيت نستمتع في كل لحظه وفي كل ثانيه معاهم. مهم ناسنا هاد الليله
والغد اللي بقينا كنقادو في الامور ديالنا، وكنجمعوا قال الاسلحه اللي غادي تقدنا في هذه المهمه هذه. كنا خدامين وفرحانين وراشقه لينا، خصوصا من بعد ما خدينا قرار اننا نبعدوا على هذا الشيء هذا في مره. اتصل بيا باولو قال لي غادي يجي عندكم واحد الشيفور وغادي يوصلكم للمحطه ديال القطار. وفعلا داز هذا الليل في الصباح ملي فقنا افطرنا لقينا لتحت الشيفور كيتسنانا. هزينا الحويج ديالنا والماتريال كامل، طلعنا للطوموبيل وتمينا قاص ديال المحطه ديال القطار. وصلنا الشيفور ومشى بحالاتو، وبقينا كنتسناو حنايا التران اللي غادي يدينا لالمانيا. ديك اللحظه قلبت لقيت راسي نسيت تراكر جي بي اس، وهي آلة مهمة غادي نحتاجوها. قلت لهم ما عندنا ما نديرو، خاصني ضروري نرجع نجيبها. قلت لهم انتم الا جا التران غير سيرو وانا غادي نلحق عليكم. مشيت خديت طاكسي ورجعت للدار نيشان، بقيت كنقلب على التراكر جي بي اس واخيرا لقيتو. عاوتاني نزلت شديت الطاكسي مشيت للمحطة وكاع ما لقيتهم كاع، لقيتهم مشاو، ولكن كان جقلة تمايا وكان الدنيا مبلبلة تمايا. قربت من الجقلة وبالي الدم في الأرض وقلت يلا من الله شنو وقع هنايا. قطعت في التران اللي جاي وبقيت جاهز كنتسنى. واحد اللحظة وما يبانوا لي النظاظر ديال بلانكو مهرسين، نتهزيت وما بقيتش كنقول اوه اش واقع.